منتخب غينيا بيساو ده المنتخب الثالث في المجموعه السادسه. يمكن هم بيدربهم المدرب الغيني باسيلو كاندي، وده هم تاهلوا بعد سيناريو درامي. يمكن هم كانوا بيلعبوا في المباراه الاخيره منتخب موزمبيق، ومنتخب موزمبيق سجل فيهم هدف في الدقيقه 89، فبقت النتيجه 2-1 لمنتخب موزمبيق. هم نجحوا ان هم يتعادلوا في الدقيقه زائد يعني بلس 94، توقيت المفضل للنادي الاهلي. كان منتخب غينيا بيساو استعان بالتوقيت ده وسجل هدف للتعادل، وبالتالي صعدوا من خلال الهدف ده من خلال اللعيب الخطير جدا واهم لعيب عندهم في الفرقه اللي هو فريدريك ميندي. يمكن منتخب غينيا قيمته التسويقيه 16 مليون يورو كلها على بعض، متوسط الاعمار 25.8. بيدربهم طبعا المدرب فريدريك، بيدربهم المدرب باسيلو كاندي. يمكن ارقامه اللي قدامنا ايه، يمكن هو 52 سنه، بيدربهم من 1 يناير 2017، لعب تحت قيادته 11 مباراة، فاز في 2، اتعادل في 4، خسر في 5. اللعيبة أحرزت بلعيبة غينيا بيساو 11 هدف، دخلت شباكه كام؟ 17 هدف في كام مباراة؟ في 11، نسبة عالية، يأكد برضه إن هم عندهم مشاكل في الدفاع هنتكلم عليها دلوقتي. الشباك النظيفة ماتشين بس من 11 مباراة. ده يمكن أرقام المدرب. تشكيلهم بيلعبوا بال 4-2-3-1. طبعا الحارس جوناس مينديز بيلعب في اكاديميكو البرتغالي، على فكره غينيا بتتكلم برتغالي، غينيا بيساو، وبالتالي عندهم 5 محترفين في التشكيل بيلعبوا في الدوري البرتغالي. الحارس جوناس مينديز حارس اكاديميكو البرتغالي. الاثنين المساكين رودي نيلسون بيلعب في الدوري الليتواني، لامين با بيلعب في الدوري البرتغالي، وده ثغره دفاعيه واضحه هنتكلم عليه اللي هو رقم 3. الباك اليمين نادي جاك بيلعب في ريو افي، الباك الشمال بكار بالدي بيلعب في ارمينيا. الاثنين الارتكاز بيليه ومانيه، مش مانيه بس اللي هو بتاع السنغال، احنا عندنا 2 مانيه في البطوله، مانيه في السنغال ومانيه الثاني اللي هو لاعب ارتكاز منتخب غينيا بيساو. صانع الالعاب ومستر اسيست بتاعهم رقم 7 زيزينيو. زيزينيو ده واحد من اللعيبه المميزه قوي. الجناح اليمين توني سيلفا، طبعا لعيب بالمناسبه زيزينيو هو الخبره، عنده 28 مباراه دوليه، هو القائد. توني سيلفا دوت طبعا كلنا عارفينه بيلعب في جناح في الاتحاد السكندري. بيكيتي بيلعب في الشعلة السعودي اللي هو الجناح الشمال. فريدريك ميندي الخطير بيلعب في فيتوريا في الدوري البرتغالي وهو المهاجم، والمهاجم ده يعني أبرز نقطة قوة عند منتخب غينيا بيساو. 2 لعيبة، فريدريك ميندي اللي هو المهاجم، وده متخصص بأنه هو بيتحرك على الأطراف، بيتحرك على الأطراف بشكل مميز قوي، مش المهاجم اللي هو الصندوق أو المهاجم المحطة، لا بيتحرك على الأطراف بشكل كويس ويفتح مساحات للي جاي من ورا. ده رقم 1. رقم 2 زيزينيو اللي هو صانع الالعاب، ده متخصص في عمل الكرات العرضيه من الضربات الثابته، مميز قوي، هو مستر اسيست بتاعهم. كان قدامنا على الشاشه الثلاثي الابرز زي ما قلنا، مهاجم اللي هو المهاجم الفريدريك ميندي بيلعب 28 مشاركه، احرز 4 اهداف، صنع 3 اسيست، ساهم في التصفيات في كام هدف بقى؟ في 4 اهداف سواء بالصناعه او بالتسجيل، فده ياكد ان هو اخطر لعيب في منتخب غينيا. اللعيب الثاني وهو صانع الالعاب زيزينيو اللي هو رقم 7 اللي هو سن 26 بيلعب في الدوري السلوفاكي، صنع اهداف كام؟ هو مستر اسيست، صنع 4 اسيستات، وفي المنتخب صنع 3 اسيست فمساهم في 3 اهداف. جناح الاتحاد السكندري بقى توني سيلفا اللي هو اللي على الشمال خالص، لعب 7 مشاركات، صنع 2 هدف، ساهم في التصفيات في اهداف بهدفين. وبالتالي منتخب غينيا نقطة قوته زي ما قلنا المهاجم فريدريك ميندي، ده لوحده قصة ورواية وحكاية، قلنا ان هو بيتحرك على الأطراف بشكل مميز قوي وبيبدأ يفتح مساحات لزمايله اللي هو رقم 13، يبدأ زي ما قلنا كده بيتحرك على الأطراف بشكل مميز، تبدأ تفتح مساحات لزمايلك ان هم يتحركوا من ورا. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية ان فريدريك ميندي ده مميز بالتوقيت في الدقيقة بلس 90، الثلاث أهداف اللي جابهم مع منتخب غينيا في البلس 90 في الثلاث مباريات، توقيت المفضل للنادي الاهلي فريدريك ميندي. يمكن ده ابرز حاجات. طبعا زيزينيو معانا زي ما قلنا لعيب خبره، لعيب ملك الاسيست، ملك الكرات العرضيه اللي هو اللعيب رقم 7، والمهاجم فريدريك ميندي، قلنا فريدريك ميندي وزيزينيو دول اخطر 2 لعيبه لمنتخب غينيا بيساو. معانا ازاي هم بيسجلوا الاهداف، ده اللي هياكد كلامنا. هنبص نلاقي ان هم جايبين 8 اهداف في التصفيات، منهم 3 اهداف ضربه ثابته، نركز في الكلمه دي، ضربه ثابته من الطرف الايمن من زيزينيو رقم 7، 3 يعني جايبين من 3 اهداف من 7 من ضربات ثابته من الجنب اليمين، وهنعرض صور نبين الكلام ده. بعد كده في 3 كرات عرضيه من الطرفين، مميزين برضو في الكرات العرضيه،
في هدف من رمي التماس طويله زي الحرس الحدود كده مع كابتن طارق العشري، وهدف من خطا من حارس المنافس. قلنا اخطر اثنين لعيبه مين؟ زيزينيو اللي هو صانع الالعاب رقم 7 3 اسيست، والهداف الفرقه مين؟ فريدريك ميندي جايب 3 اهداف، ودول اخطر اثنين لعيبه في منتخب غينيا بيساو. نبص زي ما قلنا على الصور اللي هي الضربات الثابته اهي، دي ضربه ثابته من الجنب اليمين، ده المقصود بيها. مين اللي بيلعبها؟ رقم 7 زيزينيو. اذا نركز مع منتخب غينيا في الضربات الثابته من الجنب اليمين، نتابعهم في البطوله هنلاقي ان زيزينيو ده بيلعبها وبيجيبوا اهداف منها دايما. الصوره اللي بعدها نبص برده نلاقي ده زيزينيو، ده الهدف لفريدريك ميندي برده عرضيه من الجنب اليمين، وللاعبها زيزينيو رقم 7 اللي هو كابتن الفرقه واللي قلنا عنده 28 مباراه دوليه. الصوره اللي بعدها برده هنبص اهو، دي دايره مهمه قوي دي، ده مين اللي معاه الكوره؟ ده المهاجم اللي اتكلمنا عليه اللي هو قلنا فريدريك ميندي رقم 13. شايفين هو طويل القامه ازاي، مهاجم محطه، مهاجم كويس جدا وعلى فكره سعره قليل جدا، وبيتحرك على الاطراف بشكل كويس جدا زي ما احنا شايفين، ويبدا يفتح مساحات للي جاي من ورا. يعني هو بياخد المدافع معاه ويفتح مساحات للي جايين من ورا. التصميم مكتوب هدف لمنتخب غينيا من عرضيه من المهاجم، هو اللي عامل الاسيست، يعني هو مش هداف بس، بتحركه المميز على الطرف الايمن. الصوره اللي بعدها توقيت احرازهم للاهداف، يمكن اول ربع ساعه سجلوا هدف، ثاني ربع ساعه هدف، هما بيسجلوا في الشوط الثاني اكتر من الشوط الاول. الشوط الثاني جايبين 2 و2 و3 و1، يعني 6 اهداف من 8 في الشوط الثاني المنتخب غينيا بيساو. ده يمكن نقاط قوتهم. نقاط ضعفهم بقى 3 نقط بالظبط. عندهم مشكله في حراسه المرمى والمدافعين في العرضيات. الحارس المرمى ضعيف جدا 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 في الخروج على الكره العرضيه، هتلاقي في كذا صوره الحارس في كذا هدف، يعني الحارس دايما بيطلع الكره بتقع من ايده او في سوء تفاهم ما بينه وما بين قلبي الدفاع، ده دخل منهم اهداف كتير. برضه عندهم مشكله في الضربات الثابته، اي ضربه ثابته حوالين منطقه الجزاء بتيجي تسديده فيهم، وده ياكد ضعف حراسه المرمى عندهم. عندهم مشكله ثالثه مهمه جدا جدا وقلنا عليها، اللي هو المدافع لامين بال مساك الايسر. اي تمرير طولي في المساحه ما بين المساك الايسر والظهير الايسر في المساحه ما بينهم، اي تمرير طولي في ظهره المدافع ده بطيء، يا اما بيرتكب ضرب الجزاء يا اما بتيجي هدف. ودي الصور اللي معانا. اول صوره هنبص نلاقي ايه، ده المساك الايسر او اللي عليه الدايره، الكره دي جت فيهم جون، تمرير طولي في ظهره، طبعا هو طويل القامه وبطيء جدا فسهل ان انت تضربه. يعني احنا مثلا لو لعبنا غينيا بيساو يقدر محمد صلاح يستغل النقطه دي في المساحه ما بين المساك والظهير الايسر. الصوره اللي بعدها برده هنبص نلاقي برده هدف في غينيا، ادي صوره، ادي المساك الايسر واقع لوحده، الكره اتلعبت من فوق وجت هدف. اذا عندهم مشكله في المساك الايسر. في صور برده للكرات العرضيه، ماشي. توقيت استقبال اهداف منتخب غينيا بيساو 7 اهداف في تصفيات كاس الامم الافريقيه، هنبص نلاقي ان هم استقبلوا اكتر في الاول الشوط الثاني وفي اخر الشوط الثاني برضو استقبلوا 4 اهداف. يعني منتخب غينيا الخلاصه بتاعته بيسجل في الشوط الثاني اكتر، بيستقبل في الشوط الثاني اكتر. ده ملخص منتخب غينيا، قلنا ان هو بيسجل في الشوط الثاني اكتر، بيستقبل في الشوط الثاني اكتر. قلنا اخطر لعيبه صانع الالعاب زيزينيو رقم 7، فريدريك ميندي المهاجم، دول اخطر اثنين لعيبه، ويجي بعدهم توني سيلفا. قلنا نقاط الضعف عندهم مشكله في الكرات العرضيه، في الحارس ضعيف جدا في التمركز في الكرات العرضيه، ضعيف جدا الحارس، وعندهم مشكله برضو في الحارس في ادي الكره بتاعت ادي الحارس اهو، ادي الكره العرضيه الحارس اساء تقديرها مع المدافعين ودخلت فيهم هدف. اذا عندهم مشكله في ابرز نقاط الضعف بتاعتهم في حارس المرمى والتمركز في الكرات العرضيه سواء من الحارس او من المدافعين، في سوء تفاهم واضح، ودي برضو هدف جت فيهم من ضربه ثابته بسبب سوء تمركز الحارس في الكره العرضيه وسوء تمركز المدافعين. المفروض ضربه ثابته زي دي باخد اللعيبه وبطلع بره ال 18، ما ببقاش واقف جوه ال 18 بالشكل ده. ده يمكن منتخب غينيا بيساو كده لخصناه. معانا المنتخب الرابع، منتخب غانا.